منتخب كرة اليد يطير إلى مصر، مرحلة الحزم انطلقت، وانطلقت معها أحلام عشاق الكرة الصغيرة الجزائرية. فالجزائر تعود إلى الحدث العالمي بعد الغياب عن النسختين السابقتين. والآن عندنا تحدي آخر، هو أن نثبت بأن كرة اليد الجزائرية رجعت لهذا المستوى اللي هو المستوى العالمي، وإن شاء الله المقابلات اللي راح يؤديها الفريق هذا إن شاء الله راح تثبت بأن على الطريق الصحيح. 20 لاعبا وضع فيهم المحنك ألان بورتا الثقة، وبمساعدة طاهر لبان وهشام بودراني، ثنائي على الأقل عاش الجزء القليل من تألق الكرة الصغيرة الجزائرية في السنوات الماضية. On a tous envie de le gagner bien évidemment hein. Pour jouer un second tour, pour jouer contre les meilleurs. Voilà, bon. Si le Maroc est très fort ce jour-là, ben ça sera difficile. Si ça passe pas, il faudra pas se décourager, il y aura encore des chances de gagner d'autres matchs. رفقاء القائد بركو سيدخلون غمار نهائية كأس العالم بهدف أول، هو بلوغ الدور الرئيس من البطولة، وهو هدف لن يتحقق إلا بتجاوز المنتخب المغربي في المباراة الأولى. Premier match contre le Maroc, déjà c'est un match derby. C'est disons la clé du passage pour le deuxième tour. Et je pense que c'est un match décisif. هاجس نقص المنافسة هو الخصم الأول للخضر في مونديال القاهرة، ليضاف لها نقص الخبرة لأغلب عناصر محاربي كرة اليد. كانت شويه من الاطراف مع جائحه كورونا هذه، وين كنا من قبل كان انا اللي كورونا، وين كسرنا شويه في لابريباس واحد نقولوا واحد الاموا سي سور. احنا 2015 الجزائر ما شاركتش بطولة عالمية، وكما قلت عندنا واحد 15 لاعب جامي بارتيسيبون مونديال، برك احنا في 6 ولا 7 اللي لعبنا كاس عالم من قبل، مي هذا حاجه مليحه يكون حافز لنا من اللاعبين هذو الجدد. مهمه كبيره القيت على عاتق اللاعبين دون اعطائها حقها في التحضير، لكن تبقى الروح القتالية لأشبال ألان بورت هي مفتاح تحقيق أفضل مشوار.